افتتح صباح اليوم معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي معرض الخليج للتعليم والتدريب بدورته 29 واستمر لغاية 15 من الشهر الجاري. بهدف استقطاب واستعراض أهم فرص التعليم والتدريب للطلبة، انطلق معرض الخليج للتعليم والتدريب، والذي يعزز من المكانة الريادية التي أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة تحتلها في رفد سوق العمل بنخبة من الكفاءات البشرية المؤهلة لتحقيق النجاح المهني والمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة. الإمارات بشكل عام أصبحت هي مركز لمجالات كثيرة ومن ضمنها التعليم أيضا. اليوم على مستوى الخليج والوطن العربي عندنا جامعات جدا قوية احتلت أعلى مناصب عالمية في مجالاتها، وأيضا وصلنا لمرحلة استقطاب طلبة من خارج الدولة. في بداية التعليم كنا فقط نركز على تأسيس جامعات قوية، اليوم الحمد لله تعالى أسسنا جامعات تقوم باستقطاب الطلبة من خارج الدولة للدراسة إليها، والدليل هذا طبعا تزايد أعداد الجامعات والمؤسسات المشاركة في هذا المعرض. المعرض بات حدثا مهما لمختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية لعرض أهم البرامج الأكاديمية والتعليمية، حيث بلغ عدد الجامعات المشاركة 300 مؤسسة تعليمية وإقليمية ودولية، تبرز من خلالها مشاركة الجامعات المحلية بمختلف فئاتها. وكان للشارقة دور كبير ورائد بمشاركة جامعاتها في هذا المحفل التعليمي عبر جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة وكلية الأفق الجامعية، لتستعرض من خلال منصتها أهم الفرص التعليمية والتدريبية. الهدف الأساسي هو طبعا التواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور لتعريفهم بالتخصصات مثلا الجديدة اللي تطرحها الجامعة، بالإضافة للتخصصات اللي هي موجودة في المؤسسة، وأيضا للتعرف على توجهاتهم من حيث ما هي الأشياء التي يجب على الجامعة أن تفكر بها مستقبلا. ويعد هذا المحفل التعليمي فرصة للطلبة المقبلين على إكمال دراستهم الجامعية لاستكشاف الفرص المتاحة أمامهم للالتحاق بكبرى الجامعات والتعرف على البرامج التي تطرحها هذه الجامعات، بالإضافة لمعرفة ماهية متطلبات سوق العمل والفرص المستقبلية المتاحة أمامهم. يعد معرض الخليج للتعليم والتدريب هو الأبرز على مستوى المنطقة والشرق الأوسط لما يشهده من مشاركة جامعات ومؤسسات تعليمية على مستوى العالم. لأخبار الدار وليد عارف، دبي.